أهلا وسهلا فيكم أخواني وأخواتي، نرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحتك بالدنيا. في كثير من الناس يقول رحت حق الطبيب نتيجة ألم عندي في الرقبة وقال لي إن رقبتك صايرة سيدة، فقرات رقبتك صايرة سيدة، وبالتالي دكتور شلون رقبة يعني فقرات رقبتي صايرة سيدة وشنو هذه المشكلة وشنو خطورتها؟ ببساطة أقول الأمر ليس خطر للدرجة اللي أنت تعتقدها. كون الرقبة صايرة سيدة أو الفقرات صايرة سيدة فهذا عبارة عن مؤشر، هذا المؤشر أن احنا فقدنا التقوس الطبيعي مال الرقبة. التقوس الطبيعي مال الرقبة اللي هو يصير إلى الخلف بمثل هذا الشكل، ربي خلقها بهذه الطريقة حتى نضمن أن الدسكات في الرقبة دائما إلى الأمام وما ترجع إلى الخلف حتى ما تضغط على الأعصاب اللي هي تغذي إيدنا أو قريبة من الحبل الشوكي. فاللي راح نحتاجه أن نعرف أن هذا التقوس الطبيعي، لكن اليوم بسبب الانحناءات الكثيرة أن الإنسان ينحني إلى الأمام لساعات طويلة أصبحت الرقبة تنحني إلى الأمام فتقصر عندنا الأربطة الطولية الأمامية مع العضلات الأمامية، فيصعب على الرقبة أنها ترجع إلى تقوسها الطبيعي فتصير سيدة. طيب شنو نحتاج نسوي في مثل هذه الحالة؟ اللي نحتاج ان احنا نسوي ان احنا نرجع تقوس الرقبة من جديد. شو اللي نحتاج نسوي؟ نحتاج ان احنا فقط ببساطة ان احنا نرفع راسنا للأعلى. يعني رفع الراس الى الأعلى معناها ان احنا قاعدين نعاكس اللي احنا قاعدين نسويه في اغلب اليوم وهو الانحناء الى الامام. اذا رفعنا راسنا الى الأعلى راح نمدد العضلات الامامية والاربطة الطولية الامامية، وراح نشغل العضلات اللي هي في الخلف حتى تنقبض وترجع إلى طولها الطبيعي. لو سألتكم سؤال، كم مرة في اليوم ترفعوا رأسكم وتطالعون السقف؟ كثير من الناس يقول لي دكتور ولا مرة أو نادر جدا. معناها أن إحنا مو قاعدين ناخذ التقوس الطبيعي حق الرقبة، وبالعكس كم مرة في اليوم تشندسون وتطالعون إلى الأسفل؟ راح نلقى اليوم عندنا ساعات طويلة نبذلها وإحنا حانين الرقبة إلى الأمام. طبعاً مثل هذا الانحناء ينتج عنا قصر في العضلات الأمامية واستطالة في العضلات الخلفية، ولذلك يفقد الإنسان اللي هو التقوس الطبيعي للرقبة. هل هذا خطر جداً؟ الإجابة لا. هل ممكن نرجع التقوس مرة أخرى؟ نعم، في أن احنا نكثر من رفع الرقبة إلى الأعلى ونكررها، وما يمنع أن احنا نرجع الرقبة بهذا الشكل ونرفع إلى الأعلى ونعد إلى العشرة أو إلى العشرين ونرجع مرة ثانية. هني راح نرجع المرونة مرة ثانية إلى الرقبة ونرجع التقوس الطبيعي وننتهي من المشاكل المصاحبة لاستقامة هذا العمود الفقري. وما تشوفون شر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم راح أتكلم عن موضوع وايد مهم وجزء من حياتنا وما يمر يوم ما كليته، اللي هو البطاط. طبعاً البطاط بأنواع، تشيبس، كان فرايز، كان موجود بالمرق، كانت بيك بوتيتو، يعني جزء أساسي بأكلنا دائماً يكون متواجد البطاط في أكلنا. طريقة طبخة وايد أساسية، البروتين يعتبر من النشويات ويرتفع انه يرفع السكر، فديروا بالكم انه دائما انظر انا البطاط حالة حال العيش، فحطوا بالكم انه ما تكثرون منه بالكمية اللي احنا نخاف منها. الشغلة الثانية، البطاط طريقة طبخة وايد أساسية، يعني انتم بروحكم ماخذين نشويات بالإضافة انكم انتم تحطون معاه مقلي او تقلونه او انكم تحطون معاه زبدة، هالشيء ضرنا، فحاولوا دائما البطاط تاخذونه بيكت اللي هو يكون بالفرن، او توصونه كأنه الفرنش فرايز او البطاط المقلي وتحطونه بالفرن بس ما تقلونه، او تستخدمون الاير فراير بهالطريقه ضمننا انكم ما حطيتوا الدهن اللي تبونه. الشغله الثانيه بعد الماش بوتيتو البطاطا المهروسه، حاولوا ما تحطون زبده، لان حطيتوا زبده هم زدنا الدهون اللي فيها وضرينا جسمنا. لا والله اذا سويتوها مهروسه بدون زبده شويه حليب خالي دسم
ماكو اي مشكله، ولكن اذا حطيتوا زبده راحت الفائده مالت البيضه. هذه طريقه طبخه، انا ما ايدكم تقطعونه ولكن طريقه معقوله. عندنا يبيعون بالجمعيه، او اذا عندكم طباخ شاطره او انت شاطره تحاولون تقصون البطاط بالضعاف بطريقه وايد ضعيفه، تحطون معها شويه طحين عشان تنشفونها وتوطونها بالفرن. تقدرون تسوون الشيبس طريقه البيت، لا تاخذونه مشيس وتتعبون جسمكم، وتاخذونه مع املاح ومواد حافظه لما تسوونه بالبيت وايد انظف. طبعا للبطاط في نوعين، البطاطا الحلوة والبطاطا البيضة. طبعا كل واحدة لها فايدة، انا ما اقدر اقول لكم البطاطا الحلوة احسن ولا تكون البطاطا البيضة احسن. ليش؟ لان البطاطا البيضة فيها سعرات حرارية اعلى من الحمرة، ولكن البطاطا فيها البيضة فيها الياف اكثر من البطاطا الحلوة، فلهم فروقات بطريقة مفيدة للجسم. طبعا حق الشخص اللي قاعد يسوي رجيم انصحه يروح على البطاطا الحلوة. اذا الشخص يحتاج بروتين لا والله اقول له يروح على البطاطا البيضاء. الشغله الثانيه، شخص عنده مشكله بالسكريات او عنده مشكله انه هو يحاتي السكر، انا دائما افضل يروحون على البطاطا البيضاء او الحمراء. نفس الشيء، ليش البطاطا الحلوه؟ ليش؟ لان هم هذه فيها سكريات ولكن هذه نفس الوقت فيها فايبر، فاثنيناتهم راح يكون نفس الشيء، الجسم يمتصها بطريقه متساويه، ماكو اي مشكله فيها. اي كان نوع البطاطا بيضة او حلوة، الاثنين فيهم عالي بالفيتامين سي وفيهم عالي بالبروتين وبالالياف والبيتا كاروتين، الفيتامين A اللي هو وايد مهم حق الجسم ووايد اساسي. ننسى شغلة وايد مهمة اللي هو البطاط ماستر عالي حق البوتاسيوم، وايد مفيد حق الجسم، حق الكلى، حق الامعاء، حق الجفاف في الجسم، ولكن بدون شرب ماي ماكو فايدة. فاذا الشخص فيه مشاكل بالاسهال او مشاكل عنده بهالنقطة هذه، يحاول ياكل بطاطا عشان الجسم البوتاسيوم اللي فيها يساعد انه يمتص الماي فيخفف من نسبة الاسهال. تكرمون، ان شاء الله استفدتوا معاي، ونشوفكم ان شاء الله بالحلقات القادمة. رحب فيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. الاحتراق الذاتي أو الاحتراق الداخلي مثل ما يسمى ترجمته البرنينج آوت، هذه الحالة صنفت اليوم كحالة مرضية تحدث عند منو؟ عند الأشخاص اللي يشتغلون بشكل مكثف والنتائج تكون يا أما ثابتة أو ما تكون مرضية لكمية العمل اللي تم تقديمه. هي حالة نفسية، الواحد يتعرض إلى إحباط ويعني ملل وتعب وعزلة، وممكن يتعرض إلى اكتئاب بسبب الاحتراق الداخلي اللي يمر فيه. مثال بسيط، واحد يشتغل بمكان الليل مع النهار ويعطي من قلبه وقاعد يطحن بشكل يعني كبير، ضمير حي وإخلاص قاعد يشتغل، لكن يلاقي النتيجة مو مثل ما هو يتوقع، أو يتم تكريم شخص آخر يدري أن هذا الشخص ما قاعد يشتغل مثل شغله، أو يتم ظلمه في مكافأة معينة، أو يتم ظلمه في خصم معين ولا بكلمة معينة أو عدم تشجيعه. هني يصير ما يسمى في الاحتراق الداخلي. شلون نسوي وقاية من هذه الحالة؟ إذا الإنسان عملي لازم تعرف أول شيء حدودك المهنية أو حدودك العملية. لنفرض أنت عندك وظيفة معالج نفسي، مسماك الوظيفي معالج نفسي أي أن تؤدي مهنة العلاج النفسي فقط وليس المهن الإدارية، لأن أنت لو سويت شغلة مو شغلتك إدارية مثلا راح أول شيء ما تعرف لها مو اختصاصك، ثاني شيء راح تحرق نفسك على الفاضي لأنه راح تغلط. طبيعي أنك راح تغلط مهما كنت ملم في الجانب الإداري، أنت راح تغلط إلا لما تكون متخصص في الإدارة أو دارس تخصص فرعي إدارة، هذا موضوع آخر. ولكن مهنتك كمعالج نفسي أنت تشتغل معالج نفسي، مهنتك كمهندس تشتغل كمهندس، الجانب الفني المتعلق في شغلتك، تشتغل كطبيب أنت طبيب، ما تشتغل كإداري أو كممرض بنفس الوقت وتشتغل مدرس بنفس الوقت. لا، حاول تركز على حدودك اللي تقدر تبدع فيها، هذا جانب. الجانب الثاني، العمل بذكاء وليس بجهد أكبر. بذكاء أفضل، العمل بذكاء أفضل من الجهد. ممكن تشتغل شغلة خلال ساعتين أنت تسوي إنجازات مالت أسبوع، ممكن تشتغل باليوم الواحد 10 ساعات ما تسوي ربع اللي أنت محتاج أنك تسويه.
فالعمل بذكاء، تحاول تنتهز الفرص اللي تنجز لك أعمال معينة بشكل سريع أكثر. الشغلة الثالثة، حدود الراحة. لازم يكون عندك في أيام راحة، لازم يكون عندك على الأقل يوم في الأسبوع ترتاح فيه ولا تمارس هذه المهنة، علشان تعرف شلون تجدد نفسك مرة ثانية. بين 2 إلى 3 شهور إذا كنت من النوع اللي يشتغل بإخلاص وبجهد كبير، لازم كل 1.5 أو 2 شهر بالكثير 3 شهور تطلع إجازة وترتاح. أنا أتكلم عن إجازة 4 أيام 5 أيام، مو أكثر، مو إجازة طويلة 1 أو أكثر، لا، هذه موضوع ثاني. لكن أتكلم عن إجازات متقطعة بشكل مستمر علشان تقدر تجدد نشاطك مرة أخرى. وخلال هذه الإجازة لا تمارس العمل، انتبهوا من ممارسة العمل خلال الإجازة. تليفونك ممكن تطفيه وتقطه ولا تقعد تجابله وتجابل شغلك في هذا التليفون إذا كان شغلك متعلق في التليفون. ممكن في مسجات أنت تتجنب الرد عليها إذا كانت متعلقة في الجانب العملي. هذه بعض التكنيكات للتعامل مع الجانب العملي لتجنب والوقاية من الاحتراق الداخلي. ويعطيكم العافية.